في نماذج للتدريب الصيفي واستمارات الاشتراك في الانشطه المختلفه، والطالب ممكن يعمل استقرار شهاده التخرج مؤقتا. كل طالب بيبقى له اي دي على بوابه الجامعه، ثم يدخل على بوابه نظام النظم المعلومات الاداريه ويحط باسورد بتاعه يقدر يطلع شهاده ويعمل لها. دي بتفيد في ايه؟ ان انا ممكن اكون النتيجه جالي وبعدين في اعلان ظهر والاعلان ده جه عليا، انا ممكن اعمل بريد اوت بالشهاده. طب الشركه اللي انا رايح اقدم فيها او المؤسسه اللي انا رايح اقدم فيها مش مقتنعه بالشهاده دي، فبقول له لو سمحت افتح لي البريد الايميل بتاع لو عندك نت. بيفتح النت ويخش على البوابه الالكترونيه لجامعه طنطا، ثم يخش على نظم المعلومات الاداريه ويعمل انسيرشن للباسورد بتاعه، فبيجي للي هو بيعمل له اختبار شفوي او مقابله بيلاقي الشهاده موجوده على السكرين، بيقارنها بالبرنت وبيتاكد انها شهاده حقيقيه، فبيدي لك الفرصه في الكومبيتيشن وانت بتدي له وعد انك تجيب الشهاده ايه؟ مكتوب. سواء موجود داخل مصر او خارج مصر، وده نظام مطبق عالميا ونتمنى ان احنا نقدر نفعله السنه دي ان شاء الله. ده الشيء اللي يخص الطلبه دلوقتي عشان اعضاء التدريس سايبنا دلوقتي برضه عشان ايه؟ وقت الطلبه و في طالب ممكن يسالني ما هو البوابه الالكترونيه وموقع الجامعه. اي موقع بتخش عليه ويديك مجموعه من المعلومات فقط. اما البوابه الالكترونيه بيديك معلومات واخبار واحداث بالاضافه لاكتيفيتيز مختلفه، استمارات في كل المراحل اللي انت عاوزها، تقدر تنزل هذه الاستمارات او تملاها او توفر عليك وقت وتوفر عليك احيانا فلوس. كان عشان نعمل البوابه في مجموعه من الملفات طلبتها وزاره التعليم العالي، الملفات دي تهم كل الناس في الجامعه سواء طلبه او اعضاء تدريس او وزاره معاونه، بتبقى عباره عن توصيف للجامعه او توصيف للكليه. رسالتها واهدافها وازاي اوصل لهذه الكليه او ازاي اوصل لهذه الجامعه، اعضاء التدريس الموجودين فيها، الكود نمبر بتاع كل عدد شهادات التدريس، التخصص بتاعه، بحيث لو انا واحد انجليزي عاوز اعرف كليه الصيدله في جامعه طنطا كاستاذ متميز او خالص في المجال الفلاني، ممكن اوصل له مباشره واعمل كونتاكت معاه. ممكن اجيب الكليه من غير ما اعرفهم برضه بالصدفه، لان حاطين هنا خريطه الوصول للكليه، تليفونات الاتصال بالاداره، وخطط اللي هي طرق المواصلات اللي ممكن ياخدها ويوصل للمكان. ودي موجوده في كل الجمعيه واخدنا قواعد بالنسبه لنا عشان نقدر نواكب رغبه العالم ان شاء الله. المقربات برضه ما تهمناش قوي بالنسبه لنا عشان وقتنا كطلبه. ده موقع الجامعه بالنسبه لنا بالاكتيفيتي بتاعته المختلفه. حد عارف مين الصوره؟ مين اللي جنبها؟ مين اللي جنبها؟ مين اللي جنبها؟ عبد الحكيم ده رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، وده فعلا في عندنا خدمه بريد اللي عاملين بقى هنا بالنسبه لافلام الطلاب. بعض الخدمات الهامه، خدمه من هذه الخدمات هي ان احنا عملنا لكل طالب بريد الكتروني. البريد الالكتروني بيبقى عباره عن يوزر نيم للطالب، وبعد كده بيحدد الكليه اللي موجود فيها، وبعدين الجامعه. اي جامعه محترمه بتتعامل ببريد الكتروني هوت او ياهو، بتسقط من نظر جميع الجامعات العالميه. يعني دلوقتي لما تيجي بنبعت بحث عشان يحكم، فبيقوم رابط علينا البحث مره ثانيه، ويقول لو سمحت حطي لي الايميل بتاع الافيليشن بتاعك. لانه دوكيومنتد وامن، ويبقى مطمن ان انت عضو من هذه الكليه وتنتمي لهذه الجامعه، وبعدين يبقى مطمن ان البحث اللي انت بعته له مش ممكن حد يخترق الايميل ويسحب هذا البحث او يسرقه. فعملنا احنا على موقع الجامعه بالنسبه لابنائنا الطلاب خدمه البريد الالكتروني، كل طالب معاه كارنيه والكارديه موجود عليه البريد الالكتروني له. فعشان نسهل للطالب كيفيه تفعيل هذا البريد، انشانا موقع على الكليه على الجامعه. الموقع دوت هنخش من خلاله اللي هو خدمه تعديل البريد الالكتروني. بيجي هنا عندي اسم الكليه، فالطالب يضع السهم اللي فوق يختار الكليه. مثلا كليه الصيدله.
بعد كده الفرقة، الفرقة الأولى أو إعدادي أو ثاني أو ثالث. بعد كده هيجيبوا مجموعة من الحروف، بيدخل الحروف ديت في السكوير الموجود عنده عشان ما نتلخبطش واحنا بنفعل البريد الالكتروني بتاعنا. يبقى اول شيء بدخل على موقع الجامعه، بخش على خدمه تغيير البريد الالكتروني او تفعيله، بختار الكليه ثم الفرقه، بيجي لي بعض الحروف بدخلها، بعد كده بدخل البريد الالكتروني الموجود على الكابينه. ممكن نطبع البريد الالكتروني لكل طلبه بالبصمه حرصا على رسالتنا، وان ممكن واحد يضايق الثانية بغض النظر مش انت طبعا، يسقط الباسورد بتاع طالبه من الطالبات مع واحد من الخارج، ممكن يعمل لها عمليه في بعض المشاكل. فعشان الحرص ده لابننا الطلبه من جانب، والجانب الثاني سرعه التفعيل والحصول على الباسورد، والجانب الثالث والمهم ان احنا عندنا في الجامعه 80 90000 طالب، ما اقدرش اطبعهم في قوائم، ما اقدرش احطهم في قوائم. فالطالب هيخش على بعد ما يكتب البريد الالكتروني الموجود هيضغط ها؟ موجود انت على الكافيه. ده موجود البريد الالكتروني بتاع الجامعه. لا بتاعك انت دلوقتي. كل طالب له بريد الكتروني بيعبر عن اسم الطالب. وبعدين صنطة ضد اليوزر اجي ده سبب الاخر اليوزر نيم بقى ممكن تغيره، ممكن كل سبيلنج مش عارف ده، او تعمل يوزر زي الياء او الوقت على راحتك، او تغير الباسورد تخليها زي الوقت او الياء عشان ما تنساش برضه براحتك. تمام يا جماعه، انا جبت برضه اليوم برضه عن طريق البريد الاضافه طبعا ان شاء الله اول حاجه تبقى النتيجه مثلا برضه هتطلع موجوده بقى في الجدول برضه ان شاء الله هتظبط ان شاء الله. تمام، فانت هتحصل على كلمه المرور بخلال دخولك على هذا البرنامج. طبعا لو بص على كلمه المرور في برنامج على الجامعه بقى بيبقى بيدي لك الفرصه ازاي تفعل الايميل. هو ايه الفائده؟ ان احنا عملنا مجموعات بريد الكترونيه لكل طلاب الجامعه، الفرق المختلفه داخل الكليات، وطلبه الكليه بالكامل، ثم طلبة الجامعة بالكامل، بحيث رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة عاوز يبعت رسالة معينة لجميع أبناء الطلاب على مستوى الجامعة يقدر يبعتها. عاوز يبعت للطلبة بتوع الفرقة الآدابي نظام متميز في كلية الصيدلة يبعت لهم. أستاذ المادة عاوز يبعت لك بعض الأسئلة أو بعض نماذج الامتحانات أو يعمل لك كويز أو يعمل كوميونيكيشن معاك، فيبعت لك برضه على البريد الإلكتروني دول. فده من أهمية تفعيل بريد إلكتروني. موقع الجامعه طبعا مش هيبقى موجوده في المصحف الدوري. احنا الاثنين في هذه اللحظه. فوصلنا حاجه اسمها البورتال واير فريم. البورتال واير فريم دوت ممكن كل طالب في المستقبل يخش عليه، فالاخت اسماء هتعرفكم لما تخش عليه ايه المعلومات اللي ممكن تستفاد بيها، وايه الفرق البريد الالكتروني العادي وايه وكيفيه التفعيل. في بورتال خاص بالكليات، في بورتال خاص بالسن، وفي بورتال لكل طالب، وفي بورتال لكل عضو هيئة.
فاحنا دلوقتي هنشوف البورصه بتاعه البورصه بتاعه اللي هيقدر يخش يعمل ساين ان عليه من الايميل بتاعه اللي هو مجموعه الباسورد بتاعه دي. لو شفنا البورصه بتاع الصارف هنلاقي ان هو يقدر يرفع في الهومات دي عليها اهم اخبار الكود اللي هو تابع في ان هو الستيرمنت داتا. في ستيرمنت داتا في حاجتين يقدر يعملهم الطالب على الفورت ان هو يعمل البروفايل اللي هي الداتا الاساسيه بتاعت الطالب اللي هو سنه والفصل في الكليه والداتا الخاصه بيه. اما السي في هو يقدر يعمل ابلود للسي في بتاعته كل فتره ان هو يقدر يحدثها ويحط في تاني حاجة الرول بتاع الكلية أو الكورس اللي هو تابع فيه في الميل. عن طريق لو فتحنا الميل دوت هنلاقي إن هو داخل باليوزر نيم والباسورد بتاعه، فهيلاقي أي حد موجود دلوقتي على البورت أي طالب تاني موجود على البورت بتاعه هيلاقي كل الناس أونلاين معاهم شاتنج أو يقدر يبعتلهم يستقبل منهم رسايل وهو موجود على البورت الخاص بيه.